من يريد بلدا حياديا عليه ان يفتش عن جزيره معزوله لينشئ عليها بنيانه السياسي. اما لبنان هذا فهو في قلب الصراع وهو في مقدمة الصراع مع العدو، لأنه بلد مستهدف من العدو الإسرائيلي، ولا إمكانية للحياد عندما يتعلق الأمر بحريتنا وباستقلالنا وبتحرير أرضنا وبالدفاع عن بلدنا. الذين يريدون للبنان أن يكون حياديا إنما يستهدفون عنوانا آخر، هو لبنان المقاوم، وهو لبنان المنتصر، وهو لبنان القوي. هؤلاء الذين دائما يطلون علينا بالحيادية في مواجهة العدو، لأنهم ما عاد بمقدورهم أن يقولوا لا نريد مقاومة، لأن المقاومة تجاوزتهم، ولأنهم فشلوا في كل الرهانات وفي كل التجارب على إمكانية ضرب هذه المقاومة أو القضاء على هذه المقاومة.